الناس اللي حياتها عادية وإنجازاتها عادية بيتخلق جواهم هوس مبالغ فيه بالحصول على الإعجاب ولفت الانتباه بشكل خيالي أيا كان الأسلوب اللي هيستخدموه للوصول للهدف ده. بيوصل مع بعضهم أحيانا إنهم يصوروا فيديو لايف وهم بيتصرفوا تصرفات خارجة تماما عن أي منطق وأي عقل، زي مثلا اللي بيتخلصوا من عائلاتهم في فيديو مباشر قدام الجمهور، في ظل الفردانية اللي شكلت من بعضنا شخصيات نرجسية بتعشق صورتها في المراية وأصبح عندها رغبة عالية جدا للحصول على الإعجاب ولفت الانتباه أيا كانت الطريقة، والإحساس بوجودها وإثارة مشاعر الغيرة من خلال عرض كل شيء هي بتملكه. في ظل كل ده فقدنا روح السعادة والبساطة، وأصبح كل شخص بيحاول يظهر صورة متصنعة من نفسه. والغريب في الموضوع إن كل ده مش بيزود مشاعر الفرح أو السعادة أو الشعور بالأمان زي ما هو متخيل.